عندي الحرمة تلمح للريال ان يعني انا معجبة فيك وتعالي خطبني. سيدتنا خديجة هي اللي اعجبت بمحمد صلى الله عليه وسلم، خديجة رضي الله عنها، وقالت حق صديقتها او العاونة اللي معاها الاثنين، يعني قالت لها انا يعني معجبة بمحمد وامتحنتها بتجارتها ونمى تجارتها وكان صادق الأمين وكان دائما في غمامة ميسرة، خادمها ميسرة يقولها أن في هذا لا شأن عظيم في هذا الرجل، يعني مو كالرجال. فخديجة ارتأت في الخير رضي الله عنها، فسألت قالت حق العاملة شو رأيك يعني أقول حق محمد أني أنا يعني أباه، قالت له لا تقولين أنا بقول، عشان يعني انت يعني تم ان انا بقترح عليه ليش ما تاخذ خديجه. وفعلا اقترحت عليه وسار وتكلم مع عمه وقال لعمه ليش لا، وتزوج خديجه رضي الله عنها، اللهم صل وسلم عليه، صلوا على النبي. فنعم بالعكس، يعني انا اشوف ان سيدنا ابو بكر خطب عائشه لمحمد صلى الله عليه وسلم، نفس الشيء عمر بن الخطاب خطب بنته، هو اللي قال تعال المعرس. فأشوف إنه بالعكس الأمور يعني، بس لازم تكون في هذا الزمن تكون بإطار معين. دائما حلو إنه يكون في وسيط، دائما حلو إنه يكون في وسيط، وفي المثل اللي هو اخطب لبنتك ما تخطبش لابنك، فلازم دائما يكون في وسيط. بس انا اشوف ان متعودين نحن على شيء معين، لكن في امور معينه بظروف معينه ممكن